سيداتي سادتي، مساء الخير. برنامج تكنولوجيا اليوم في مجال التصميم المعماري أو الهندسة المعمارية. حقيقة يمكن هيكون التركيز أكتر في التصميم، وإحنا عارفين عبر التاريخ دول كثيرة ومجتمعات كثيرة تبعت أنواع مختلفة من التصميم، وبقت لها أسامي في مراحل مختلفة، يا إما عن طريق البلد نفسها، بيزنطي مثلا أو جوطي أو أي إسلامي، كل ده طبعا حسب الحضارة اللي كانت موجودة. أخيرا ابتدت التصميمات تتجه نحو التبسيط، يعني خطوط مباشرة، خطوط في شيء من الملل. فلقينا إن إحنا من عدة سنوات ظهر اتجاه جديد على يد مهندسة شابة زاهى حديد، وهي نفتخر نقول إن هي من منطقة بتاعتنا الشرق الأوسط ومن العراق بالذات، وبعد العراق ذهبت إلى إنجلترا ودخلت بهذا المفهوم الجديد. ما هو المفهوم الجديد؟ إن العنصر الجمالي والانسيابي هو الذي يتحكم في التصميم المعماري. تقليديا كان التصميم المعماري هو عن شخص عاوز عدد من الحجرات، عاوز الحجرات دي تبقى مقاساتها، يعني الناحية الوظيفية كانت بتتحكم تحكم مباشر على الناحية الشكل. فظهرت علب الكرتون اللي بيقولوا عليها، وظهر أيضا حاجات مملة في الأشكال. لما ابتدوا يفكروا ان الاول الاتجاه يبقى شكل انسيابي، وشكل انسيابي معتمد على الحاسبات، هي بتولد الاشكال اللي بالشكل ده، ثم بعد ذلك الشكل ده هو الاساس، ويبدا المصمم او المهندس يسكن فيها كل الاحتياجات. هذا الاتجاه احنا الحقيقه حابين ان احنا نعرضه في برنامج اليوم، و إن شاء الله برنامج آخر في الأسبوع القادم. اليوم بنركز على أنواع المشاريع اللي اتعملت، واتعملت الخاصة بتاعتها، كانت دول مختلفة، احتياجات مختلفة، مدارس، مصارح، معامل، مستشفيات. فكل هذا في برنامج اليوم، ونأمل إن احنا نشوف حاجات أشياء جديدة تأثر على الاتجاهات اللي موجودة في المعمار، سواء في المنطقة أو عموما للمهندسين الشباب في المستقبل. بالنسبة للأعمال المبتكرة اللي احنا هنقدمها إن شاء الله لحضراتكم اليوم، هنستعرض مشاريع اتعملت بهذا الفكر الجديد، فكر إنه الشكل هو الأساس، الانسياب هو الأساس، إنه ما هوش الترتيب الوظيفي هو اللي بيسيطر على الحاجة، وده اللي كان المعتاد. لذلك أول حاجة اتكلم على كوبري، يبقى فكر عن الناحية الجمالية والإنسيابية بتاعت الكوبري وحطها، وبعدين أوفق بقى الاحتياجات الوظيفية بتاعتها. فلذلك أي مشروع بهذا الفكر الجديد بتاع المهندسة ساهى حديد دايما بيبقى المنظر العام بتاعه انسيابي وجميل جدا، يعتمد على المنحنيات الجميلة جدا، وبيبقى ملفت جدا للنظر، مع عدم التضحية بأي وظيفة نقول وظيفة تتأثر بهذه الأشكال. ففي تناسق بين الحاجتين. هنلاقي النماذج اللي احنا نشوفها في الأول، ودي كانت بناء عن تقديم بالشرائح، بنشوف نماذج مختلفة. وطبعا بما ان ده كان عرض للعمل، والمهندسة زاهى كانت هي اللي بتشرح الحاجات دي في جامعة هارفارد المشهورة جدا قسم المعمار، فكانت بتجمع افكار مختلفة، يعني هنا بتجمع فكرة السلالم لقيت لها حل ازاي، الأسقف لقيت لها حل إزاي، هتلاقي يعني يمكن في نفس التجميعة دي في نوعين من الأسقف. كل ده برضو في حاجة إنه حاولت إنها
بتوري الفرق في الفلسفة بتاعت التصميم عبر السنين. يعني أكيد لما ابتدت هي بعد التخرج وابتدت تعمل شغل، الشغل ده كان له رسالة معينة وفلسفة معينة، على مدار السنوات ابتدت تغير. فالتغيرات عبارة عن على مدار السنوات، وأيضا إيه هو الهدف. يعني هنا مثلا منزل وفي بحيرة قدامه، فعاوزين نجمع بين البحيرة والمنظر بتاع المنزل ده، وعاوزين برضو الشكل ده ما يبقاش معاكس للبيئة أو يبقى جزء جمالي في وسط البيئة. فهنا تلاقي شبابيك طويلة جدا، واتجاهها هو اتجاه البحيرة، لأنه أهم حاجة كانت في هذا المشروع أنه البيت ده اتبنى في الحتة دي، وصاحبه فكر أنه هو يبنيه هنا عشان يبقى شايف المنظر من كل الأوض. لما يعني يكون في حاجة مثلا عوائق زي شجر أو أي حاجة، التصميم بيتخذ مستويات مختلفة. يعني يطلع إلى مستوى عالي بحيث استمتاع من أعلى، مثلا الحجرات بتاعت الاستقبال أو أي حجرات أنت تختارها اللي هي واخدة الأولوية في المنظر، فده بيطلع. يعني ما بيطلع فوق مش بس كده شكله، الناحية الانسيابية أكيد دي حتى غابات وفيها هواء وفيها عوامل مختلفة، إذا كانت في أوروبا أو في أمريكا يمكن في ثلوج أو أمطار، فكل ده بيؤخذ في الاعتبار أنه أي عوامل بالنسبة للريح أو أي حاجة، الرسم نفسه أو التصميم نفسه بياخد إيه، يعني ما يبقاش في أي نوع مقاومة بين العوامل البيئية والمبنى نفسه، مع طبعا الاحتفاظ بالناحية الجمالية. هنا طبعا المصور طلع بحاجة تانية أحسن. الحاجة التانية الأحسن دي هي اللي هو ورى المنظر لقدام الشباك ده منعكس في الشباك، يعني اللي قاعد جوه هيشوف ده، ده عملية التصوير يعني ما لاش دعوة بالتصميم، فقدر ياخد زاوية. وهنا نبتدي بقى نقول نلمح برضو ان احنا بنشتغل بمادة ايه، يعني ايه المواد البنائية اللي بنشتغل بيها. فهنا بدون شك ان الزجاج بقى عنصر كبير جدا في هذا التصميم. وادي الانعكاس بتاع الاشجار على المبنى نفسه. في تفاصيل تانية، التفاصيل التانية دي عبارة عن نقدر نقول تقاطع الخطوط نفسها. هنلاقي كل دور أو كل مستوى واخد شكل مختلف شوية. في واحد ماشي على طول، وفي واحد طالع واخد زوايا. دي بتبقى يا إما حاجة داخليا هو عاوز يطلع بيها، يعني عاوز يطلع حتة قدام شوية، يا إما حاجة تانية أقل. بالنسبة لبرضو إحنا بنقعد نتمعن في الرسم اللي قدامنا، وإحنا عاوزين برضو نرجع تاني نذكر إن ده كان بناء عن محاضرة في أشهر مدرسة معمار يمكن في أمريكا وفي العالم، اللي مع مدرسة جامعة هارفارد، وده طبعا كانت محاضرة. فهنلاحظ حاجتين، إن طبعا الصور دي متاخدة عن الشاشة اللي كانت المهندسة عمالة تشرح عليها، وفي نفس الوقت كان الصورة بتقعد على الشاشة بالوقت الكافي اللي هي تقدر تشرح فيه، وساعات كانت بتسمح برضو إذا كان في حد بيسأل حاجة، عشان كده يبقى فيها مدة طويلة. هنا بقى بنلاقي إن كلمة هارفارد يونيفرسيتي واسمها بقى عشان برضو اللي يحب يبحث وراها زي حديد. من كلمة حديد بدون شك نبتدي نحس إن هي من أكيد من المنطقة بتاعتنا، وفي نفس الوقت بالرغم إنها بتتكلم في هارفارد يونيفرسيتي جراديوت سكول أوف إيه أوف ديزاين، يعني دي مدرسة التصميم. في مدارس مختلفة زي أي كلية، فالجامعة دي بالذات عندها ديزاين اللي هو التصميم، وعندها أركيتكتشر. فبما إن هذه المهندسة اللي هي احنا قلنا عراقية الأصل وخدت جنسية مزدوجة اللي هي عراقية بريطانية، وده ساعدها قوي لأن أول مكتب اتفتح الحقيقة اتفتح في لندن في انجلترا.
لما نيجي نشوف برضو الأفكار إزاي، إذا كنا هي بتفكر هتبني بيت خاص أو حاجة خاصة، ويمكن كل أسرة تفكر أو كل جزء من الأسرة أو ده شخص عنده بنات وعنده أولاد وكلهم بيحب يجمعهم في هذا المكان، فبيقسم داخليا بحيث يبقى التقسيم ده بيبقى كويس جدا، وبيبقى الفراغ اللي جوه هو نفسه انعكاس للحاجات اللي موجود. يعني إذا كان كلمة السر هنا الانعكاس، يبقى برا وكمان جوه، يعني ما اقدرش اخلي برا كل حاجة انسيابية وكلها كربات او المنحنيات، يبقى برضو في الغالب جوه لازم، ما اقدرش اخليه ده مثلا طراز حاجة تانية خالص، بيمشي كله مع بعض. يبقى المقدرة التصميمية هي لخارج المبنى معتمدا على الاشكال الجميلة، وايضا حاجات الداخلية، ودي تبقى أصعب لأن دي حاجات معيشية، يعني لازم أحط كراسي، لازم أحط أرفف، لازم أحط أي حاجة. فطبعا تكملة التصميم من الداخل، غير أن في حاجة تانية مهمة، التصميم الخارجي بيسيب فراغات، يعني بكل الأشكال الجميلة دي هيبقى في حتت فاضية، فراغات، فالشطارة بقى الفراغات دي أملاها إزاي. هو طبعا لما بيحطوا صور في التصوير عموما عشان يدوا نقدر نقول مقياس او دايمنشن بتاع التصميم نفسه، حطوا عربية صغيرة فالواحد يقدر يعرف الشكل هيبقى ازاي، حجمه بالنسبة لحجم العربية، كل واحد عارف العربية حجمها ايه، فيقدر هو يقدر يعمل الحاجات دي كلها. هنا كان حظهم كويس لما رسموا، عايزين برضو نميز انه الحاجات اللي بتتعرض دلوقتي يا اما بتبقى تصميم، وساعات بتبقى حاجة اتعملت فعلا. النهاردة حتى في التصميم المهندسين عندهم ببرامج الحاسبات المقدرة ان يحطوا ناس في المنظر، يحطوا سيارات، فهنا في عرض التصميم ده برضو بياخدوا المنطقة اللي عليها ان فيش طريق قدام المكان ده، هي ممكن بيعمل تأثيرات تانية، كل ده ممكن يدخله بقى في التصميم عشان يدي نقدر نقول العميل او صاحب المشروع يديله كلها. هنا بقى هنشوف ازاي وانا خلصت من الشكل الخارجي وعملت فكرة معينة او رسالة معينة املى الفراغات دي ازاي. في فراغات لازم ملي بمثلا بسلالم، بطريقة الوصول من مكان لآخر، وفي نفس الوقت عندي شبابيك وعندي حاجات محطوطة من التصميم الأصلي الخارجي. وإحنا يمكن بنركز تاني نقول مهندس المعتاد هو بيشوف أنت عاوز كام أوضة وعاوز الحمام فين وعاوز الحاجة فين، لكن هنا بيبتدي بالرسم الجذاب اللي هو ماشي مع الفكر والفلسفة، ثم يقوم بإيه؟ بملء كل حاجة بالطريقة المعمارية اللي هي. غير بقى طبعا ممكن أول ما ياخدش بس رسمة كده وخلاص بالمطلق، ممكن الرسم ده بالرغم من هنتكلم على الرسومات دي معمولة إزاي، يعني برضو المشاهد العادي هيلاحظ إن الرسومات دي أكيد مش مهندس قاعد على لوحة ومعاه تي سكوير وبيرسم ويمزح وكتاع، لا دي حاسبات في الأول يمكن ابتدوا بالطريقة دي، وابتدت هي برضو بقص الورق، يعني في مهندسين ابتدوا يمثلوا الحاجة بتاعتهم بقص الورق، يعني يقصوا الورق ويلزقوه في بعض فيطلعوا بالأشكال. ده طبعا ده قبل ايه وجود الحاسبات. هنا بقى نشوف لما يكون عندك حاجة زي محطة قطار او اي حاجة فيها بساحات كبيرة جدا، هنوصل ازاي من ناحية لناحية تانية. يعني نحن شايفين اكيد اذا كان ده ممكن يكون اي حاجة، بس محتاجة ان الواحد فعلا يقعد يعني يفكر هنتقل من حتة ازاي، والارتفاعات دي انا عاوزها ولا عاوز انا املها باي شيء تاني. وبرضو التكرار الحاجات الجميلة زي الاعمدة اللي هنا، طبعا دي اعمدة غير عادية، دي كلها طبعا
لازم نفكر فيها كويس، لأنها هتتكرر وممكن تبقى مؤذية للعين. فكل ده عملية صعبة جدا، داخل فيها الإحساس بالفن والجمال والانفعال. يعني أي حد بيشتغل مفروض بيروح الموقع، والمهندسة زيها كانت باستمرار بتقعد مع الكلاينت أو الزبون، إذا كان حكومة أو إذا كان أي حاجة، وتاخد منه أفكار هو عشان إيه. حاجة بقى نضيفها بقى لكل اللي احنا بنتكلم عليه، بالليل بقى، هل مبنى ده يبقى حلو بنهار بس؟ لا، ده لازم حتى بالليل يبقى جميل جدا. واللقطة اللي فاتت دي كانت مبنى من المباني بالليل، فالإضاءة لازم تمشي عشان تبرز الجمال التصميمي بالليل. هنا حلو حط حاجة تانية، شخص طبعا مولده كهرباء، الكمبيوتر هو اللي مولد الشخصين دول، حتى نشوف الراجل أكبر شوية من السيدة، وبيدخله كل ما يكون عاوز يوري الاتفاقات ممكن يدخل. هنا ممكن ياخد المفهوم بتاع الحركة، يعني الصورة أو الجسم المصمم يما يميل لقدام، وشايفينه مايل لقدام إزاي، ممكن يعكس الحركة. يعني ممكن لو واحد عامل محطة سكة حديد أو أي حاجة فيها الحركة دي، ممكن بقى كل التصميم الخارجي يبقى يوحي بالمبنى نفسه. الضائقة الداخلية بقى لابد إنها برضو تحاكي التصميم. يعني مش مقدرش أنا بعد ما أعمل كل الجمال ده وأعمل المنحنيات الجميلة اللي فوق المتكررة وأدي العمق، شايفين العمق ده قد إيه؟ طبعا العمق ما يبقاش في مبنى في شقق أو حاجات كده، لكن العمق بيبقى في صلاة، في مبنى أوبرا أو حاجة. العمق الكبير ده لازم الإنارة تمشي معاه. إنارة يعني خارجية، يعني يبقى الشباك ماشي، الشباك نفسه ماشي بنفس المنحنيات، أو بالليل وإحنا شايفين بالليل دلوقتي نفس المنحنيات دي تتنور، بحيث جمال التصميم يبقى موجود بالليل. في بقى حاجات تانية، ما هو إحنا لو سبنا الخيال ولو عملنا برامج للحاسب، والحاسب ده أقدر أعمل فيه مدخلات كتيرة، هيطلعني مجموعة كبيرة جدا المرادفات. أنا بقى لازم المرادفات دي أشوف أني واحدة اللي هتمشي معايا، ومش هفكر بس من جوه أو من الوجه، لا، من السقف نفسه. يعني إذا كان حد في طائرة مثلا أو شكل لازم من بره، أو في مباني مرتفعة تانية، يبقى لازم الفكر التصميمي بتاعي يبقى على الأسقف أيضا. في مثلا بعض التحديات، مثلا متحف لإيه؟ لوسائل النقل، متحف لتطور صناعة سيارة معينة، وده ما أكثر من الحاجات دي. كل المؤسسات العالمية دلوقتي بتعمل متاحف ومراكز تصميم، ويحط الموديلات كلها من الأول لآخر. هنلاقي موديلات يمكن في الثلاثينات، هنلاقي في الأربعينات، طب أعرضها إزاي كلها، بحيث اللي جاي يتفرج ده عايز يشوف الأول السيارة ما اقتلعت كان شكلها إيه، وبعدين قبل الحرب العالمية الأولى كان شكلها إيه، كان شكلها بوكس ولا كان شكلها إيه، وبعدين ابتدى الانسياب. فإزاي الزائر يشوف كل ده، وهل يقدر مسموح له إن يلمسه، هل مسموح له يمشي على نفس المستوى الطبلية؟ فدي كلها لازم المهندس المعماري، وهنا في الحالة دي المهندسة زاهة، كانت لازم كل الحاجات الصغيرة دي حتى لو كان في معنى. أنا بوصفش بالضبط اللي هي بتقوله على الحاجة دي، لكن أنا بقول المبادئ اللي تخلي المشاهد هو اللي يشوف. مثلا في سفينة معروفة تاريخيا في بريطانيا، وتحفة موجودة وموجودة على قطعة من الماء، وعاوزين نعمل لها متحف داخلي. يعني هي متحف خارجي ومتحف داخلي، يبقى لازم هي تعكس بعد الأفكار، ولازم المبنى اللي يبقى جنب ده، عشان أنا بخلص العرض الخارجي أخش جوه ألاقي عرض داخلي.
مكمل لموجود في الخارج. في حالة لو فرض ان احنا بنتكلم على متحف، المتحف ممكن عشان المنتج او المعروض كبير جدا ما اقدرش ادخله في المبنى، فاسيبه زي مركب اسيبها في المية، اذا كان طائرات اسيبها في حتة مكشوفة. بعد كده بقى عاوز تفاصيل، فاخش جوه في جوه المتحف نفسه وابتدي انا ايه احاول اوصل لتكملة القصة كلها. الحاسب الحقيقة نقدر نقول نقدر نتحكم لدرجة كبيرة احنا عاوزين ايه منه، لكن هو ممكن برضو يخرج خالص عن الاطار اللي كان مطلوب. لكن في الشكل الانسان برضو موجود، والمهندسين والمهندسة موجودة، كل ده موجود. في حاجات غريبة قوي طلعت، وبرضو احنا قبل ما نسجل الناس سألوا وشافوا الحاجات دي طبعا استعجبوا، قالوا الحاجات دي كلها تنفذت. الحقيقة أنا برضو السؤال ده يعني بحثته، أي مهندس معماري ما يبجي له مثلا تيجي دولة تقوله تعال أعمل مبنى أوبرا، هنا زي المهندسة زاها بتعمل بروبوزل، يمكن الزبون ما يعجبوش، أو يمكن بعد ما البروبوزل ده الناس ما تقبلش، يمكن دي بتبقى تبرعات من جهات معينة أو البلدية لها كلام. ففي ساعات حاجات من دي ما بتتنفس، بس احنا مش هنميز هنا بين اللي تنفس وما تنفس، كلها مشاريع بنركز على الإبداع في التصميم، وإزاي الإبداع ده ممكن هنا هو شايفين حاجة في وسط أو جنب مدينة، يعني أدي المدينة بين العمارات بتاعتها جزء تقليدي جدا طلعة، لأن مش كل حاجة هندخلها في الإطار ده، بقى في إسكان شعبي مثلا، إسكان الشعبي هبتدي أعمل المحنايات دي كلها، أقدر أعمل مثلا المسرح أو أعمل المستشفى اللي جنب المنطقة السكنية دي. يعني أي مدينة من الجداد اللي احنا بننشئها هيبقى فيها جزء فيها شقة طبعا محددة عشان الإيجار وعشان طبيعة الناس وطريقة المعيشة، لكن إذا كان في قاعة مؤتمرات أو قاعة أو أوبرا أو تجمع موسيقي أو تجمعات شبابية، ممكن بقى الإبداع يبتدي ياخد مجراه، وممكن يفرد بقى على مساحات كبيرة. يعني ممكن بقى أنا أضحي بالمساحات. في العرض بتاعها في طبعا الجامعة عريقة جدا، وكلهم بينتظروا منها إنها توريهم كل الأفكار، فهي جمعت من كل حتة حاجات معينة، وأدي شايفين إزاي في تنوع كبير جدا ما بين صورة والتانية، لأن إحنا قلنا العناصر هي أولا إيه هو المبنى ده، غرضه ايه، مكانه فين، انطباع برضو مهما كان هي بتفرض لدرجة كبيرة جدا اسلوب معين في التصميم، بس اذا كان الاسلوب ده مش قادرين يوفقوا للاحتياجات، يعني في ناس عندهم مثلا قاعات الاوبرا او قاعات للمسارح وعلى نهر، يبقى لازم ايه ده برضو ياخد مجرى. في بقى تناقض، مش كل واحد بيعجبه الحاجات دي. أنا قبل ما أعمل برنامج هنا قعدت مع عدد من المهندسين، ومش كلهم اتفقوا إن ده هو ده المطلوب، لكن الانبهار بشكل العام برضو، يعني دي مدرسة أو مدارس متلاقة بنفس الفكر بدون شكل. هنلاقي إن الدول مثلا في دول كثيرة جدا، وهنشوفها برضو في جزء من البرنامج، بتطلب المكتب ده، وهنتكلم على مين اللي بيشتغل في المكتب، وبتخليه يعمل حاجة برغم ان الدولة دي مش متقدمة قوي، لكن عاوزة رمز من رموز التقدم في وسطيها. وهنا بقى طبعا الفكر ده بتاع المنحنيات والمساحات المفتوحة، يعني مجموعة كبيرة جدا. هو ممكن على فكرة انه يتعرض على
العميل أو صاحب الفكرة، سواء حكومي أو خاص أو مدرسة أو مسرح، بتعرض عليه مرادفات كثيرة لأنه يمكن ما يتقبلش. وفي بعض الحاجات دي اتعرضت على محافظات أو اتعرضت على عواصم بعض الدول، والدول دي رفضت وتنفس المشروع، قال لك لا ده مش ده الفكر بتاع. في اليابان حصل كده. في حاجة تانية البقى الجميل اللي احنا بنقول باستمرار، ان الحاسب النهاردة بيقدر يطلع المنظر الامامي، الاليفيشن، شايفين الاوبرا مثلا، الاوبرا دي كانت جميلة جدا، وشايفين المستويات ازاي، مفيش الكراسي بقى والاماكن اللي هي تقليدية. طبعا الاوبرا اتعملت في ايام طبعا اسماعيل باشا في الفترات دي كانت حاجة، وبعدين على مدار الوقت لما اتعملت اوبرا تانية في الجزيرة اتغير شوية المفهوم. لكن هنا بقى ده بيغير المفهوم خالص، حتى يعني الرسم هنا ساعات العميل ما بيقبلوش، لان في مشكلة تانية انه المساحات اللي جوه دي يعمل فيها ايه، ما شكل بره جميل جدا، لازم جوه بقى يبقى فيه انعكاس للي موجود بره، هقدر املاه ولا لا. لو كان في مستويات في الارض مختلفة، يبقى انا برضو في المفهوم بتاع التصميم بتاعي اغطي المستويات ازاي. اهو شايفين هنا يعني مجموعة، او في حاجات على مستوى عالي، في حتت منخفضة خالص. كل ده الحقيقة اللي تحكم فلسفة وفن وحب منحنيات وحب انعكاسات إضافية. وما يجي يقول أنا بقى دلوقتي ده الحاسب هو اللي طلع الشكل ده، هيقولي طبعا الحاسب ده لازم هتديله مدخلات، فالمدخلات بتبقى عاملة حساب الفكر الفلسفي بتاع هذا المكتب. ما احنا بنتكلم على مهندسة كان عندها أفكار معينة، هنقول تاني انها من كتر ما هي كانتش مقتنعة بحكاية الرسومات والقلم والتي سكوير والحاجات دي، ابتدت تشتغل بالورق، يعني تقطع ورق وتركبه في بعضيه تعمل حاجات لعظيم. ياما الفن الحاسبات جه، واي برنامج ممكن طالع اي حاجة. بصينا اهو، يعني انه في الرسم اللي على جنب ده عندنا كذا شكل اوفل وكلهم متصلين ببعض، في الاخر يبقى شكل كله حتى من الجو هيبقى 100%. نيجي بقى نشوف ايه بقى. طيب ايه هي الحاسب ده يقدر يعمل ايه؟ ما الحاسب ممكن يبقى مبرمج، وعلى فكرة من ضمن الاسرار الكبيرة جدا عرفنا اسامي البرامج بتعمل الحاجات دي كلها، لكن اكيد في برامج تانية محدش في مكتب عالمي عاوز يجتاز كل المراحل اللي قدامه، هيبتدي يدي الحاجة بتاعته للناس كلها تقلدها. صحيح هو بيتقدم باستمرار، انا برضو بحاول اخلي تعليق يبقى خفيف بعد الشيء، عشان احنا عاوزين المشاهد يفكر لوحده، يعني اول يستمتع بالمنظر، وبعدين قبل ما انا بقول اي حاجة عليه هو لازم هيكون في فكره حاجة. ممكن واحد يقول الله طب يا عم اقولها كده ليه، يمكن الشرح بعد كده او شرح الفلسفة هيوضح شوي، وممكن ينبهر بالفكر ده كله ومستني التعليق يقول له طب انا هنفذ الكلام ده ازاي. فاحنا بنبطئ التعليق على قد ما نقدر، عشان الصورة دي اللي يشوفها لاول مرة لازم يعني يخليها الفكر بتاعها كله، فكره وعقله وتذوقه يمتص الفكر. نرجو ان ذلك يكون اتجاه جديد، ونرجو ايضا ان هو ربما يؤثر على افكار المنطقة كلها، نتوازن ما بين التقليدي والحديث، والاصلح مننا سوف نتبعه ان شاء الله. ولا حلقة قادمة ان شاء الله في الاسبوع الجاي، نتمنى لكم اطيب الاوقات، والسلام عليكم ورحمة الله.